أهم ما كتب عن النادي الأهلي في الموقع. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يخوض مباراة ودية خلال توقف الدوري. اليوم السابع: كارتيرون يطلب تقريرا عن حالة ربيعة قبل تدعيم الدفاع. الشروق يوسف: الوقت مبكر للحديث عن الصفقات الجديدة. سوبر كورة: استنفار في الأهلي قبل مواجهة وفاق ستيف. فيتو: محمد نجيب يقترب من العودة لتدريبات الأهلي. الوطن سبورت: محمد يوسف يكشف سبب عدم الدفع ميدو جابر أمام الترسنة. بوابة الأهرام: ندفد نسعى لاستعادة كأس مصر ومباراة وفاق ستيف مصيرية. يلا كورة: أحمد ياسر ريان: لست أبناء عاملين، وهل مطلوب مني أن أطير في الملعب؟ محتاج خبرة شوية أحمد ياسر سواء في الملعب أو حتى في تصريحاته كمان. البوابة نيوز: الأهلي يصطحب شيف لرحلة الجزائر. الفجر: صحف جزائرية: ملعب مباراة ستيف والأهلي مهدد بالتغيير. كورة: الأهلي في ضيافة الحوار بيد الكبار.